التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا نجدد لكم التحية واللقاء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا 14 في تعدادية شواطية هذا اليوم، والخاص بمنافسة أيضا الإبكار. نتابع الصدارة والمقدمة، وهنا شواهين سعيد بن محسن بن بخيت العامري يحتل المقدمة والبداية، بينما نقلتنا على المركز الثاني. وفي المركز الثاني ياتي هنا من حافل منصور بن عبد الله بن ضاع الغفلي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وهذه زعفرانه احمد بن محمد بن روية الخيالي، بينما في المركز الرابع شعل سعيد بن يمعه بن خميس لغويس السويدي، والمركز الخامس ميونخ لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. هذه هي النتيجه والنضال الخمسه المراكز الاولى المذاعه التي تسير بناموس هذا الشوط، بينما اسامي وشعارات تراها تتدخل الان نحو الكادر الاعلامي، لكن عوده الى مقدمه الشوط. أعود إلى البداية، أعود إلى المركز الأول، إلى تحديات وانطلاقة اللي هي زعفرانة أحمد بن محمد بن روية الخيالي، ولكن أيضا ميونخ غيرت الآن سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. وشوف من الجانب الآخر، شوف لهناك اللي قادمه، هذه هي الصايلة سلطان بن محمد بن بخيت العرياني. المعركة الأخيرة ما بين زعفرانة ما بين الصايلة، السلامات إلى وين؟ هل إلى هال هناك؟ إلى هال العين، إلى هال الرماح، ولكن الصايلة سلطان بن محمد بن بخيت العرياني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، سلام له المزيد سلام. المركز الثاني وصلت زعفرانة أحمد بن محمد بن روية الخيالي، المركز الثالث ميونخ لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني 2:13. تهانينا والناموس لمالك الصايلة سلطان بن محمد بن بخيت العرياني، تهانينا والناموس للجميع.